يوم يتقدم مشروع جامع الجزائر في الجانب الشرقي منه، وعلى مساحة تفوق 20,000 متر مربع ستشيد قاعة الصلاة. ولأن الخطأ غير مسموح، تحديد القبلة كان قبل بناء الجامع. نحن هنا لنثبت ونؤكد صحة اتجاه القبلة، والحمد لله قبل بناء المسجد يجب أن يتم تحديد جهة القبلة لكي يكون الحائط الذي يستقبله الإمام والمصلون عمودي على جهة القبلة. التأكد من صحة اتجاه القبلة تثبته الطرق العلمية. لا، هناك على الأقل طريقتان، طريقة جيوديزية والطريقة التي تعتمد على احتبارات فلكية. بالنسبة للطريقة الجيوديزية باستعمال جهاز تحديد المواقع GPS نحصل على إحداثيات الموقع، خط الطول ودائرة العرض، باستعمال بوصلة يعني بوصل بروفيسيونال يمكننا تحديد جهة الشمال مثلا. بالحصول على جهة الشمال وإحداثية الموقع يمكننا حساب جهة القبلة، يعني الخط الذي يربط المحل الذي نحن فيه والكعبة المشرفة. أما بالنسبة للطريقة الفلكية ما نكونش بحاجة إلى بوصلة، يعني هذه طريقة ربما طريقة كلاسيكية لكنها طريقة مفيدة. هذه الطريقة يجب أن نستعمل جرم سماوي معين كالشمس أو القمر، خاصة في الليالي التي يكون فيها مضيء إضاءة جيدة كالليالي البدرية مثلا، أو نجم. هنا كنت قد اعتمدت ظل الشمس كسمت مرجعي، فأعطيت إحداثيات الموقع الذي نحن فيه، كذلك التاريخ والوقت بدقة، الوقت الذي يوافق هذا الظل الذي أعتمده كسمت مرجعي. المعلم الحضاري والتاريخي تسهم في إنجازه كوادر جزائرية. مراد فوكا واحد منهم، أستاذ في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ومتخصص في الحسابات الفلكية.